أجمل فرحة هي يوم فرحك ده شيء أكيد. فنبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 موطني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالب بكري مكوصر حسن الشارع البكري بمعدل 610.95 شعبة تجريبية تم درس الثاني من الشبير إبراهيم رمض خضير. أولا أشكر الله عز وجل الذي من علي وكرمني وأجعلني من المتفوقين في هذه الدورة. أشكر الوالدين الكريمين الذين لم تخير علينا من جودة، وأشكر الأساتذة الكرام واحدا واحدا. أشكر كل الطاقم التربوي الإداري لتنمية شبير إبراهيم. أشكر جمعية الفيحة التي تكرمت وكرمت زارتنا في البيت وكرمتني. أشكر كل من ساهم في هذا النجاح سواء بدعاء أو حتى بنصيحة. سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من الليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهيل كل غالي كي نحقق الحلم. انسى إن لا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم. أولا الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أود أن أحمد الله عز وجل وأشكره شكرا يليق بمقامه الكريم على توفيقه في شهادة البكالوريا. ومن ثم أود أن أتقدم بشكر خاص وخالص لوالدي الكريمين اللذان كانا خير عوني في أشد وأصعب الأوقات، وأتمنى أن أكون قد شرفتهم حق تشريف. ثم أود أن أتقدم بشكري إلى أساتذة الأكاديمية الذين قدموا لنا الدعم الكافي، وأقول لهم أن كلمة شكر وثناء هي قريبة في حقهم. ولا يمكن أن أنسى أتقدم بشكري لجمعية الفيحاء الفنية للذي يسأل الخبير التي تمرت هذا الجهد وقدرت هذا النجاح، ولكل من ساهم في نجاح هذا الحفل. هذه فرحة الأهالي لا يساويها رقم، حين يشهدون حالي بالسرور يبتسم. فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم. يا نجوم السماء، يا عبائق النسم، يا سحائب الرجاء، يا طيور الحرم، يا رعود الشتاء، يا جميع الألم، اشهدوا هذا المساء أنني قلت القسم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم. سوف نحيا. معكم تلميذة بنجي صفاء من مدرسة بثانويه شبيه إبراهيم، تحصل على شهادة البكالوريا للموسم الدراسي 2020 بمعدل القدري 16.60 لتقدير جيد جدا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على خير خلق الله الأكرمين، إن الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى،
الحمد لله فاطر السماوات والأرض الموفق لما نرضاه إلى لكل مبدأ إنجاز ولكل شكر تقدير ولكل شكر قصيدة ولكل مقام مقال وكل نجاح شكر وتقدير فأوجه شكري بالدرجة الأولى لله عز وجل الموفق لما نرضاه المسوج الذي أعاننا بتتويج شهادة البكالوريا بهذا المعدل بحوله وقوته لا إله إلا الله ثم أوجه شكري للوالدين الكريمين اللذان لم يدخر علي أي شيء في تحصيل هذه النقطة خاصة في هذا العام التحصيلي وبالرغم من الظروف الاستثنائية وهذا العام الاستثنائي الذي لم يمر مثله ثم أوجه شكري لكل أساتذة الثانوية أشجع إبراهيم كلنا مشكورا باسمه ثم أشكر خاصة أساتذة العامة النهائي خاصة أساتذة المادة الأساسية الذين سهروا على تعليمنا خاصة أستاذ عبيد وبسكسس ومبارك ثم أوجه شكري من هذا المنبر لجمعية الفيحاء لتراث الأصيل بلدية أولاد خضير على هذا اللفسة ثم نسأل الله الذي جمعنا في هذه الدنيا الفانية أن يجمعنا في الجنة نسأل الله أن يرفع علينا هذا البلاء ويعيد شمل الأمة العربية ويعيد الأمن والسلام في بلادنا العزيزة نبتغي رأس الهرم نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم نستهين كل غال كي نحقق الحلم انسى إن لا نبالي فلنسير للأمل إن قمة الجبال تستحق لا جرم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم إن كل ما جني بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين معكم أكتوم بوكلاف جامعة الحاج أحمد علي بوكلاف تحصلت على معدل البكالوريا بمعدل 13.05 أتمنى التوفيق لأختي إن شاء الله والعقبة لجميع الذين لم يتحصلوا على البكالوريا السنة القادمة إن شاء الله طموحاتي للمستقبل لا أقولها وعذرا وأتمنى أن تحصل وأن تتشكروني عليها وألقاكم عندما أتطور فيها شكرا لجميع كل شخص قابلته في حياتي سواء بالسيئة أو بالحسنة فأقول له أنه كان لك تأثيرا على حياتي شكر خاص لجميع الأساتذة سواء المستشار أو الأساتذة المختصين بدراستي شكرا كذلك للمدير لإشرافه على كل ما يخصنا شكر كذلك للطاقم الإداري شكر كذلك ولن أنسى فضل الله سبحانه وتعالى وهو الأول علي وشكر كثيرا لوالدي اللذان لولاهما لما كنت هنا شكرا عبائق النسم يا سحائب الرجا يا طيور الحرم يا رعود الشتاء سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم موطني 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 ذا الإباء موطني 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 يا أنا رغم كيد العدا رغم كل النقم بسم الله الرحمن الرحيم طالب مكرم عبد الواحد تحصلت على شهادة بكالوريا بمعدل 11.12 أولا الحمد لله شكرا لله على هذه الشهادة كانت بفضل الله أولا وبفضل الوالدين الكريمين وهذا ثم نشكر الطاقم الإداري الذي كان له دور فعال في هذا الإنجاز
ونتمنى ان شاء الله المولى عز وجل ان يكون ان شاء الله تحصلنا على شهادات ان شاء الله في المسار الجامعي ان شاء الله. ونشكر كذلك جمعية الفيحاء التي كرمتنا بمناسبة هذه الشهادة. أشكر الأساتذة الذين كان لهم تهم فضل كبير على في تحصلنا على هذا الصبر معنا في مدة عامين. أشكرهم جزيل الشكر. إنسى إننا لا نبالي فلنسير للأمل إن قمة الجبال تستحق لا جرم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم إن كل ما جنيتم